ألف مبروك يا فندم على الجائزة. في البداية أحب أعرف باسم حضرتك ونوع الجائزة والشركة التي حضرتك تمثلها. شكرا، أهلا وسهلا فيكم. أول شيء ربحنا 2 awards، نحن بنشتغل بشركة جنة لإدارة الفنادق. أخذنا 2 awards اليوم، leading hotel residences لأبو ظبي وللإمارات بشكل عام. بس بحب اشكر الايفنت كله اللي صار اليوم، ونحن عن جد بنقدر اللي صار. انا عم بسلم الجوائز بس on behalf of the talents، الموظفين اللي عنا يعني هن اللي خلونا نوصل لهالمرحله، والحمد لله بقدرة ربنا والسمع اللي عنا اياها قدرنا نوصل لهون. الاوتيل الحمد لله في عنا سمع منيحه، والعالم كلها عم تشكر فينا. من 3 سنين لهلا صرنا فاتحين 9 اوتيلات، ولبعد شي 3-4 أشهر كمان عم نسمع بشي 3-4 أوتيلات تانيين غيرهم، فالحمد لله. حضرتك تطمح العام القادم ان انت تحصل على نفس الجائزة؟ اذا مش اكتر ان شاء الله. ان شاء الله، بالتوفيق دايما يا فندم. شكرا، كلك ذوق.